السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه تركيه، هنعمل الدولمه التركي. الدولمه التركي علشان نعمل، هي شبه المحشي اللي بنعمله في مصر بس مع باختلافات مش كتير يعني. فهنقول ان المقادير بتاعه الدولمه التركي هي هنعوز بتنجان وهنعوز كوسة. احنا طبعا استعملنا البتنجان الابيض، انا بصراحة معرفش فيه في تركيا بتنجان ابيض ولا لا، بس احنا استعملنا اللي موجود في السوق عندنا، واحنا كلنا بنحب البتنجان الابيض. وفي هنستعمل كمان ممكن تحشوا القوطة، ممكن تحشوا فلفل كمان الوان لو عايزين، وممكن نحشي ورق عنب. هنحط بقى في الحشوة رز ولحمة مفرومة وسمنة طبعا، بصل، قوطة مقطعة مكعبات صغيرة، بقدونس كتير، يعني تقريبا على كوباية الرز هنحط كوباية بقدونس، بصل بقى للقاع تحت، وبطاطس كمان للقاع تحت، وهنحط مع الخلطة نعناع ناشف. خلينا دلوقتي، احنا ولعنا النار اهو، اول حاجه هنعملها هنقلي اللحمه، هنعصج اللحمه مع السمنه. خلينا بس نحط الاول الخلطه، خلينا الاول نقلب دول مع بعض وبعدين نرجع نحط الخلطه. هناخد السمنه نحطها، نحط معلقة سمنة وممكن نحط شوية زيت. وبصراحة المحشي بيحب يعني بيحب الدسم، فهنحط شوية زيت كمان مع السمنة. ونبتدي اول حاجه نعملها بقى، هنحط البصل عادي، بنعصج لحمه برضو بصل كويس، بصلتين يعني، هو البصل والقوطه والدسم يعني سمنه او الزيت اللي بنحطه كتير بيفرق في طعم المحشي. نحط بقى البصل اللي عندنا، وعلى ما البصلة تحمر نحط الخلطة اللي عندنا. عندنا الرز اهو، هما دول كوبايتين، احنا عايزين نعمل نص العيار لان الكمية قليلة. هنحط كوباية رز بس كفاية، وهنحط معاها النعناع الناشف كده عشان نرجعه ورا. هنحط شوية ملح عشان هحط جوه الخلطة، هحط مكعب مرق، ونحط فلفل طبعا لو عايزين تحطوا مكسرات بهارات حطوا. طيب خلي بقى ده الرز دلوقتي كده على ما ننزل بقيت الخلطة عليه، دول احنا مش عايزينهم. البصل ابتدى يحمر، خليني ابص على الفرن دقيقة، يعني هو خلاص كفاية كده لان انا حاطه الكنافه الكدابه، حطها في الفرن من دلوقتي، النسخه اللي هنطلعها جاهزه يعني، فهي دلوقتي احمرت بقت كويسه. طيب بس هي تدبل كده البصله شويه، نحط اللحمه. معانا تليفون، ناخد معانا زيزي. صباح الفل يا زيزي. صباح القشطة يا قمر يا اللي منورة الشاشة. الله يسعدك يا ربي، أهلا وسهلا. القمر المنور ده دي ولا الملاك اللي نازل من السماء؟ دي عيونك الحلوة، الله يخليكي يا ربي، عينيك اللي حلوة.
كل سنه وانت طيبه يا روحي. وانت وكل حبايبك بالف خير يا رب. يا رب يديك الصحه على جمالك ورقتك وكل حاجه. الله يخليكي، تسلمي لي يا رب. شكرا، ده انت جميله وعينيكي حلوه وبتشوفي الدنيا كلها حلوه. انا بموت فيكي بموت فيكي بموت فيكي. الله يسعدك ويخليكي. انا كمان والله حبيتك خالص. ربنا يخليكي يا روح قلبي. الله يسعدك. أنا بصبح بس على القمر المنور ده. يا صباح الفل والياسمين كله، الله يسعدك. شكرا كتير على تليفونك. النهاردة عيد ميلاد صديقتي وحبيبتي المكيرة الجميلة مي، فبوجه لها تحية وبقول لها كل سنة وانت طيبة يا ميوية، وإن شاء الله حياتك كلها سعادة وهنا. ده أنا بصل ناحية دي عشان مي واقفة هنا. طيب نبتدي بقى نشوف. طبعا الكوسة احنا مقورينها والبتنجان كمان مقورينه، ورق العنب بقى هو المدلعينه. مدلعينه ازاي؟ حشيناه عادي، وبعد ما حشيناه اخدنا كل 10 وربطناهم كده بفيونكة وحطيناهم في خيط وربطناهم مع بعض. هي احنا بنعمل لكم الحاجة زي ما هي بتتعمل عندهم، فهو عشان كل واحد، عشان هو بيستوي كله مع بعضه في حلة واحدة، فعلشان محشي ورق العنب كده ما يتوهش لانه صغنن، فما يروحش كده بين العمالقة الكبار الفلفل والكوسة والبتنجان، فبنربط كل 10 مع بعض وبنحطهم، فكل واحد بياخد له بوكيه من ورق العنب. فكرة لذيذة وهتبقى حلوة لما تعملوها. طيب دلوقتي خلاص تقريبا برضو خلينا نحط رشة ملح كده خفيفة. لا احنا قلنا هنحط مكعب مرق، صحيح. هنا حطينا شوية ملح وفلفل، هنا هنحط بس مكعب المرق. امبارح جالنا تليفون طلبوا التتبيلة المميزة، وانا بصراحة الوقت ده همنا وملحقتش اقول التتبيلة المميزة، فانا بتاعت الفراخ، فانا هقولها دلوقتي في السريع. احنا عملنا فرختين مفتوحين من الظهر، حطينا الصلصة عليهم اللي هي عبارة عن نص كوباية زبادي مع معلقتين كبار مستردة على رشة جوزة الطيب، معلقة صغيرة زنجبيل بودرة، فصين ثوم مهروسين، واحد بصل مبشور، وعصير ليمونتين، معلقة كبيرة زعتر، ومعلقة صلصة طماطم، 4 معالق كبيرة زيت زيتون. وبعد ما بتخلص خالص بنحط لها فحمة مولعة طبعا، بنحطها في طبق صغير، بنحطها في وسط صينية الفراخ، بنحط عليها نقطتين زيت وبنقفل بالفويل بسرعة وبنسيبها تقريبا 10 دقائق 5 دقائق لغاية ما تشرب نكهة الفحم. دلوقتي بقى هنحط اللحمة على الرز مع البصل، وهنحط معاهم القوطة والبقدونس ونخلطهم مع بعض، ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان خاطر نبتدي نحشي الخضار اللي عندنا. شوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ادينا اهو عمالين بنحشي في المحشي بتاعنا، وزي ما قلت لكم بتقدروا تحطوا معاه فلفل، تقدروا تحطوا قوطه برضو بتقوروها، وساعتها بقى بتقوروها وبتاخدوا اللب بتاعها هو اللي بنستعمله جوه المحشي. تمام كده،
يعني بنحشيه لغاية التلتين تقريبا. دلوقتي هناخد، حطينا في الحلة اللي عندنا شوية بطاطس، وهنحط دلوقتي، خلينا نكمل بس الكام واحدة دول. طيب احنا بس هنعمل دول دلوقتي، نعمل بس كوسايه لان كله راح للبتنجان. طيب دلوقتي هناخد البصل اللي عندنا، حطينا تحت البطاطس، هناخد كمان بصل نحطه تحت. وناخد سكينة ونقطع القوطة برضو شرايح. وناخد معانا نجية. صباح الفل، اهلا وسهلا. الخير، ازي حضرتك؟ يا اهلا اهلا، سنة حضرتك طيبة وانتي بألف خير يا ربي. على فكرة أنا كنت هنام لقيتها الساعة 12، رحت قمت بسرعة فتحت التلفزيون. مش سامعة. كنت هنام لقيتها الساعة 12 ففتحت التلفزيون بسرعة. يا حبيبتي الله يخليك يا الله. والله العظيم أنا يوميا ما أقدرش يعني بجد، اللي قالت لحضرتك رقيقة وفعلا ست محترمة والحاجات دي كلها، فعلا هم مش بينافوا ولا حاجة، دي حقيقة فيكي. أنا بتمنى إن كل يوم في الإعادة كده أقعد أتفرج على حضرتك، يعني الله يسعدك. منظمة، بحس إن في أخت فعلا، ما فيش يعني في كونتاكت كده بيننا وبينك. الله يخليكي يا رب، كلها زي الفل. تسلمي يا نجية يا رب، ربنا يخليكي، مبسوطة جدا بتليفونك. الله يسعدك يا حبيبتي، شكرا والله. الله يسعدك. طبعا حضرتك أموري. حضرتك كنت عاملة من فترة جيلي اللي هو المكعبات أصفر وأخضر وأحمر، وحضرتك حطيتي عليه الجيل المزيك. عملتها مرتين ثابت، ما تقطعتش سلايز. ليه سايب؟ لو سايب هيبقى عندك حاجه من الاثنين، يا اما نوع الجيلاتين مش كويس، يا اما الجيلاتين مش كفايه، يا اما انت مش مدوبه الجيلاتين كويس. لا مدوبه، فهي هي يبقى هو يبقى ممكن تكون محتاج، يا اما محتاج جيلاتين اكتر، يا اما محتاج نوع تاني، يكون النوع اللي مستعملاه انت مش كويس، بس هو بيطلع لذيذ. انا بحبها الوصفه دي، انا بموت فيه بموت فيه اصلا. هو حلو، ممكن حضرتك تعمله لنا مره تاني؟ جيل الموزايك بنعمله بنعمله على فكره تانية، لانه في ناس كتير بيستفسروا عنه. رمضان بيحب الحاجات دي كلها. انت عارفه هعمله لك بفكره تانية من غير ما نستعمل الجيلاتين، لان انا لقيت ناس كتير عايزين بديل للجيلاتين، فهعمله لكم قريب بحاجه تانية غير الجيلاتين. ربنا يسعدك يا رب. اهلا وسهلا، انا حضرتك طيبه وانت بالف خير يا رب. شكرا يا حبيبتي، شكرا. طيب هناخد دلوقتي بقى كمان ده وهنحطها هنا، هنزود طبعا، دي عينات يعني، احنا الحله بتبقى كبيره، بس احنا عشان نوريكو ازاي بنعمله دلوقتي، بس هنحط المكعب اللي عندنا. ونحط عليه ميه سخنه. وهنحطه على النار عادي زي ما احنا متعودين نسوي المحشي بتاعنا. نحطه هنا ونغطي عليه النار بقى ونسيبه يستوي. ومعانا تسنيم، ناخد تسنيم. اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 14 سنه. كام؟ 14. اهلا وسهلا يا تسنيم، كل سنه وانت طيبه. أستاذة مدام عادل، بتحبي الطبخ؟ طبعا. شطورة، بتعملي حاجات؟ طب ليه ما بتبعتيليش الصور بقى ولا بتبعتيها؟ حتى بتبعتها. بتبعتيها؟ طيب خلاص، يبقى قريبا جدا هنعرضهم لك ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي على تليفونك. قبلك يا مدام عادل، انا عاوزة طريقة الفراخ بالمانجا. الفراخ ايه؟ الكنافة بالمانجا المميزة؟
اللي انا قلتها دلوقتي الكنافه. الكنافه النهارده احنا عاملين كنافه كدابه. ممكن دي عاوزاها. خلاص تابعينا. اوكي يا حبيبتي. طيب دلوقتي هنعمل بقى الوصفه الثانيه اللي هي شوربه البروكلي. شوربه البروكلي هقول لكم دلوقتي على حاجه. احنا سلقت البروكلي انا في الميه دي، والميه اللي بسلق فيها البروكلي انا بستعملها. لا احنا مش عايزين نسخنها، خليها هنا. صحيح الميه بتاعت البروكلي انا بستخدمها ما بكبهاش. فدلوقتي خلينا نعمل ايه دلوقتي. هناخد هايدي، ده اللي هنعمله دلوقتي. ناخد هايدي. صباح الفل يا هايدي. صباح النور. ازيك حبيبتي؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. بحب حضرتك جدا وبحب اكل حضرتك قوي. واولا اكل حضرتك انا بموت فيه، انا صاحيه دلوقتي عشان اتفرج عليكي، بتابع كل حلقات حضرتك. ده انت جميله قوي يا هايدي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 13 وبعمل كل اكلات حضرتك. بجد؟ انا يعني انا مبسوطه قوي ان الجيل بتاع 12 و13 وكده بيعملوا وصفات. وابعتوا لنا الوصفات بتاعتكم علشان ننشرها ان شاء الله باذن الله لما يكون في وقت. بس وشكرا يا حبيبتي كتير على تليفونك، وكل سنه وانتي وكل حبايبك بالف خير ان شاء الله يا رب. طيب وصفه ثانيه واحده بس. طيب شوربة البروكلي شوربة لطيفة جدا. هنعملها النهاردة بطريقة شوية دسمة بس طعمها حلو قوي. هناخد أول حاجة هنعملها، هناخد الآتي: كوباية لبن. طيب ممكن تاخدوا كوبايتين كريمة أو تاخدوا كوباية كريمة وكوبايتين مية. المهم إحنا عندنا عايزين نستعمل 4 كوبايات سوائل، فانتوا بقى اختاروا ظبطوها براحتكم. يعني عندكم لبن وعندكم كريمه وعندكم شوربه سلق البروكلي، فانتوا انا هاخد النهارده بس كوبايه كريمه مش كوبايتين، وهاخد كوبايتين من مرقه سلق البروكلي. دلوقتي بس هناخد دول هنخلطهم مع ايه. يا اما بتقدروا تخلطوهم مع شويه دقيق، وممكن ساعتها تحطوا شوية ملح أو شوية مكعب مرق، أو بتجيبوا في مغلفات في السوق كده في أنواع كتير اللي هي بتبقى شوربة كريمة الدجاج. دي بتبقى قاعدة لشربات تانية كتير بالكريمة، ومن ضمنهم شوربة البروكلي اللي هنعملها النهاردة. فيا إما بتحطوا دقيق زي ما قلت لكم، بتحطوا مكعب مرق معاه، أو بتحطوا المغلف ده و تشتغلوا على طول من غير ما تتبلوها، لان هي بتبقى متبله جاهزه. نقلبها بس كويس كده. انا البطاطس عندي متقطعه مكعبات ومسلوقه سلقاها، مش يعني مش هخليها تستوي في الشوربه. هناخد بقى البروكلي اللي عندنا كمان، بس ايه طبعا سلقينه يعني يدوب، مش سلقينه جامد. هنحط دي دلوقتي على النار، نقلبها. هو المحشي ابتدى يغلي اهو، خلينا بقى ايه نوطي عليه النار، نخليه وسط بس، خليه يستوي بقى كده ياخد راحته في السوى. هنا دلوقتي ممكن بقى نحط شوربة أو مش شوربة، خلاصة مية سلق البروكلي اللي عندنا. بنحط تقريبا 2 كوباية منهم، ونطفي بقى النار على الحلة دي. ابتدت دلوقتي اول ما عايزين بقى هنعوز تاني ايه للشوربه دي. هنعوز طبعا البروكلي لانها شوربه بروكلي، وهنعوز بطاطس متقطعه مكعبات قلنا ومسلوقه،
وهنعوز جبنه بارميجان، طبعا ممكن تستغنوا عنها بس هي بتدي طعم حلو، وهنعوز رشه جوز الطيب علشان خاطر بتدي طعم حلو قوي لل، هي جوز الطيب طعمها حلو مع الحاجات اللي فيها كريمه دايما. قربت تغلي، عندنا في كمان جات امبارح أسئلة على الصفحة بتاعت الفيسبوك، طبعا في أسئلة بتيجي على الصفحتين، في على صفحتي وعلى صفحة سي بي سي سفرة، وأنا في جميع الأحوال بقرأ هنا وبقرأ هناك. فهنشوف دلوقتي في سؤال قال إن وصفة التشيز كيك اللي عملتها قلنا فيه كريمة، هي قصدها قصدي ايه بالكريمه؟ قصدي كريمه بودره ولا كريم كراميل؟ لا احنا ما عملناش لسه ولا تشيز كيك بالكريم كراميل، بس هنعمل قريب. انا قصدي الكريمه البودره اللي هي بتيجي في مغلفات دي، هي دي اللي قصدي عليها. والنص الكوب حليب قصدي ان هو حليب سائل مش حليب بودره، لما يكون حليب بودره دايما بنقول لكم عشان تبقوا عارفين. يا والسؤال ده كان من ليل سرمودي، ان شاء الله يكون وصلك الجواب. طلبوا كتير قدرة قادر، قلتها اول امبارح، هرجع تاني اقولها لكم بس بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقية وصفاتنا، اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا حطينا البروكلي المسلوق زي ما انتم شايفين مع الشوربه، واخد كام غلوه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بس اي حاجه كده صغيره من عندنا نشيل فيها شويه من البروكلي، شويه هنخلي شويه نشيلهم. والباقي هنعمل فيه ايه؟ هنهرسه مع الكريمة الموجودة في الحلة علشان خاطر الطعم، يعني طعم البروكلي يبقى قوي جدا في الشوربة. فأنا بحب أهرس نص الكمية مع الشوربة، وبنخلي النص التاني زي ما هو سليم. تمام، شوفي انا حتى بحب لونها اللي بيبقى مخضر شويه ده. نعلي النار شويه عليها. خلاص دلوقتي هنرجع البروكلي تاني وهنحط البطاطس المسلوقة، لأن البطاطس والبروكلي دايماً مع بعض في الشوربة. نخليها بقى تاخد غلوتين على ما نعمل الوصفة التانية بتاعتنا، الوصفة التالتة اكتشلي، اللي هي الكنافة الكدابة. الكنافة الكدابة هنحط شوية جبنة جوه، بس شوية بس كده، ونخلي الباقي نحطه على الوش، ورشة جوزة الطيب بس حاجة صغيرة كده بتدي طعم حلو قوي. خلاص ونسيبها دي بقى ونخش على الكنافة الكدابة. الكنافة الكدابة علشان نعملها
عايزين، مش هنعوز طبعا كنافة لأنها كدابة، هنعوز توست. هنستعمل كيس توست، هنستعمل معاه زبدة 100 جرام زبدة اللي هو أصبع زبدة. دي بس المقادير بتاعت الكنافة. هنستعمل معاها على النار بقى هنحط نص كوباية سميد ناعم وثلاث كوبايات لبن، وهنستعمل معاها موارد أو مزهر اللي تحبوه، وهنستعمل كوباية موتزاريلا، وكده تبقى الوصفة. طبعا الشربات بتاع الكنافة. ناخد الأول التوست، هناخد التوست طبعا اللي عندنا، هنعمل فيه ايه؟ هناخده نقطع الحروف بتاعت التوست اللي عندنا وناخده نحطه في المكنة عشان خاطر عايزينه يتفتفت خالص علشان يبقى شبه الكنافة المفروكة، عشان يبقى شكله زي ده. شايفين ازاي شكله؟ ده اللي احنا عايزينه. فهناخد دلوقتي المكونات اللي عندنا اهي، جبنة الموتزاريلا، ثلاث كوبايات لبن، خليه الكوبايات اللبن نحطهم في الحلة عشان خاطر نحط عليهم وناخد معانا أم هبة. صباح الفل يا أم هبة. صباح الخير. يا أهلا وسهلا. أهلا بيكي. إزيك؟ أنا طول ما أنت بتشتغلي أنا بقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يسعدك يا رب. ربنا يحميك يا رب. الله يخليك يا أم هبة ويخلي لك هبة وحبايبك كلهم. في دي هبة دي كمان أم عروسة يعني كبيرة. ربنا يفرحك بيها وبولادها إن شاء الله يا رب. ميرسي ميرسي يا حبيبتي، ميرسي بجد. أنا يعني بشكرك على كل اللي بتعمليه، إنسانة متمكنة باحترام بأدب بذوق. الله يخليك يا رب. شكرا، تسلميلي يا ام هبه، تليفوناتكم كتير بتسعدني وان شاء الله دايما. عايز اسالك سؤال. اتفضلي. عايزه اعمل ام علي. ام علي دي جميله قوي. رائعه. بصي هشتغل واقول لك على الطريقه من عينيا حالا، وكل سنه وانت طيبه. طيب دلوقتي هنحط مع اللبن اللي عندنا، هنحط معاه السميد، نص كوباية سميد، ونجيب مش لازم مضرب على فكرة لأن ده ما بيكلكعش، احنا بنشتغل بدي. هنحطه على النار. عايزة أقول لأم هبة إزاي بنعمل أم علي. أم علي بتقدروا تعملوها بحاجتين، يا إما بتجيبوا الباف بيستري وبتعملوها ودي طريقة مستحدثة، يا إما بالجلاش وهي دي الطريقة المفروض بتتعمل بيها، بس الجلاش بياخد وقت لأن بنفضل نخبز راقة 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 راقة. بس هي أيام ما اخترعوا قصة أم علي، القصة هي على فكرة قصة حزينة جدا، قصة أم عزي دي أم علي ما هيش قصة سعيدة أبدا. هحكيها لكم بس نرجع من الفاصل، تكون كمان السميد واللبن اللي عندنا ابتدوا يغلوا. شوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. الشوربه عندنا خلصت خلاص، هنطفي عليها. عندنا بقى هنا الزبده، هنولع على الزبده بس عايزين نسيحها شويه، والشوربه خلاص كفايه عليها كده. تمام. عندنا هنا ده كمان
لا ضعيف الله، خليني أشيلها من هنا أحطها هنا. أضمن العين دي صاحبتي أنا بحبها. يلا طلعنا كمان ال مش طلعنا المحشي يعني، ما انتوا عارفين ما عاملينه من قبل كده يعني، هنا طبعا ما لحقش يستوي، فده احنا عاملينه الصبح. طلعناه اهو، تقدروا تشوفوا شكله. وده طبعا انا حاطه معاه ورق العنب اهو اللي مربوط في اللفه بتاعته، والبتنجان والكوسه، وكنا عاملين فلفل برضو الوان. ريحته تحفه وهو لذيذ. لذيذ ليه؟ لانه قريب من المحشي اللي احنا بنعمله هنا في مصر. طيب دلوقتي عندنا السميد هنا واللبن قرب يغلي ويسمك. عندنا الزبدة حطيناها على النار علشان تسيح بس، وعندنا الجبنة الموتزاريلا هننزلها على طول على الخلطة بتاعتنا دي. دلوقتي هنعمل ايه في السريع؟ هناخد المكنة بتاعت اللي هي زي الكبة دي الكبيرة، نعمل تقليبتين وناخد أماني. صباح الفل يا أماني. طيب معلش أماني قطع الخط. هناخد العيش بقى، التوست اللي عندنا متقطع، قطعنا أطرافه وقطعناه وهنحطه في المكنة هنا عندنا علشان خاطر عايزين نفتفته. الزبدة خلاص نطفي عليها ونقلب ده برضو تقلبتين عشان مش عايزين يكلكع. طيب احنا كده جاهزين بالعيش بتاعنا وبالزبده كمان. هناخد العيش، خلينا دلوقتي نحط الجبنه اللي عندنا هنا اهو، جبنه موتزاريلا. ليه جبنه موتزاريلا؟ لانها بتديني المطه اللي انا عايزاها، والجبنه الموتزاريلا عامه ملهاش نكهه يعني، هي ما فيهاش نكهه زي بقيه الجبن قوي، طعمها مش قوي يعني، بس فيها مطه جامده، وهي دي المطه اللي انا عايزاها في الحشوه بتاعت الكنافه عندنا عشان تبقى عامله بالظبط زي الجبنه. هناخد بقى دلوقتي التوست اللي عندنا، هنطلع الصينيه بتاعتنا اهي، وهناخد الزبدة هنحطها على التوست. وهنبتدي نفركها بصوابعنا. لغاية ما نحس كده ان كل التوست اخد من الزبدة اللي عندي. ممكن نعمل الحركة دي هنا. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هناخد الكنافة اللي عندنا هنفردها بالطريقة دي، بس هنعمل لها حواف يعني، عايزين نفردها ونعمل لها حواف. شايفين ازاي؟ بالشكل ده كده اهو، كده كده كده
ونعلي الاطراف شويه بتاعتها. كده اهو. وبعدين هناخد كده اهي. تمام كده. بعدين هناخد الخليط اللي عندنا اهو ابتدى يجمد زي ما انتم شايفين. هناخده هو المفروض طبعا يغلي اكتر من كده، لسه مغليش على الاخر فمش هنقدر نحطه غير لما يغلي بصراحه. طيب بس بيغلي بناخده بنحطه هنا على الكنافه، وبعدين بندخل الكنافه الفرن. ده بيكون شكلها. نحطها على درجه حراره 200 تقريبا لغايه ما اشوف ان الجناب ابتدت تحمر. الجناب انا شايفين انا حطيت الخليط هنا اهو لغايه ما وصل للحروف. هنقلبها بقى دلوقتي، هي سخنه شويه، سخنه نقلبها ما شاء الله. وناخد العسل اللي عندنا ونبتدي بقى نسقيها بالعسل بتاعنا. اهو ابتدى يتخن اللي في الحله، بس انتوا طبعا عرفتوا ازاي بتتعمل. خلاص تطلع تحفه تحفه تحفه. دلوقتي بقى تشرب العسل طبعا لانها سخنه. على ما تشرب العسل نكون حطينا بسرعه شوربة الخضار بتاعتنا، شوربة البروكلي. دي بقى كانت الوصفات بتاعتنا النهاردة. عملنا الدولمة التركي، وعملنا شوربة البروكلي بالبطاطس، وعملنا كمان الكنافة الكدابة. بتمنى تكون الوصفات بتاعتنا النهاردة عجبتكم، وبنشوفكم إن شاء الله بكرة في وصفات جديدة وأفكار جديدة. أشوفكم على خير.